حتى ما نتلخبطش فيها. هلا لما رسمنا الرسمة هاي كده هون انجل تذكروا المرة الماضية بدينا نحكي عن الـ AC to AC. عندي هون لما جينا راقبنا هون الـ Output هذا بيجون رسمنا هذا الفولتج راح يطلع الشكل التالي معه. خليني افترض انه عندي فارينج انجل. هلا هاي فيش اختلافات بالاصطلاح عليها شو بسموها. هاي اسمها الفايرنج انجل واضحه مش هيك؟ كل الكتب اللي انا راجعتها بتصطلح عليها انها الفا او النوتيشن تبعها الفا. شغلت انا الكاميرا. هاي فيش فيها مشكله وراح تكون نفسها هون وراح تكون نفسها هون، فاذا هاي 60 راح تكون هذه 60. أنا راح يصير عندي الأوتبوت فولتج بهذا الشكل. نفس الشيء هون. هاي راح تكون نفس الشيء. ألفا. واللي هي الفارنج أنجل. هلا في اختلاف ببيتا. في بعض كتب بتحط بيتا هي الكوندكشن أنجل، وفي بعض كتب بتحط بيتا الكوندكشن أنجل. هلا الغالبية الكتب بتحط بيتا هي الاكستنكشن انجل. فعندي هون هلا اذا اجينا كملنا من هون، هلا نفترض انه عندي هذه الزاويه هيك اللي راح تكون نفسها تقريبا او نفسها بالضبط راح تكون هون، وهذا طبعا بيحصل بس لانه عندي اندكتيف. هلا هاي انا راح اسميها ثيتا، راح اسمي هذه ثيتا، وراح اقول انه فاي هي انجل اوف ذا لود. اللي هي يعني تان ماينس 1 اوميجا ال. ثيتا هي هاي الزاويه اللي موجوده هون. هلا ثيتا لا تساوي، لانه احنا مش بستدي ستيت كونديشنز. اوكي ماشي واضحه هاي. هلا راح تلاقوا ثيتا وفاي مختلفه في بعض كتب، بس انا عشان هيك عملت هذا هون، كتبته هون عشان نكون واضحين بالتسميات، لانه التسميات بتختلف من بعض. هلا غالبيه الكتب زي رشيد وهارت بسموا هذه هي ثيتا. هاي بيتا وهاي صارت الاكستنكشن انجل. اكستنكشن يعني باللغه ايش؟ بنطفي، طفي، اطفاء. بسموا هاي الاكستنكشن انجل، وهاي بصير اسمها الكوندكشن انجل. هاي اسمها الكوندكشن انجل اللي صار فيها فترة الكوندكشن. اذا رسمنا الكرنت هون عشان ناكد انها الكوندكشن انجل، لانه اندكتيف لود. فقام الكوندكشن انجل وبيتا اكستنكشن. هلا رح تشوفوا في النوتس اللي انا حاططها، لاني مستعمل نوتس من كتاب ثاني، بسمي هاي بيتا
هلا صعب اني ارد ارجع اغير الفيديوز احطهم هدول، عشان بس احنا واضح بالنسبه لنا اي فيديو بتحضروه او اي نوتس بتشوفوها بكون مبين عليها ايش هي بيتا، بيتا هاي ولا بيتا هاي اللي موجوده. بس هذا هو الاصطلاح اللي شائع اكثر، المستعمل اكثر في معظم الكتب الرئيسيه. فبيتا هي الاكستنكشن انجل وجاما الكوندكشن انجل. راح تشوفوا في بعض النوتس اللي انا حاططهم معتبر هذه بيتا، فمعتبر بيتا هي الكوندكشن انجل. بس هذا هو الاصطلاح الاعم والاصح واللي شائع اكثر في كتب زي محمد رشيد ودانيال هارت. في كتاب لواحد اسمه فيوسون، دينيس فيوسون، بيستعمل بيتا هون، عشان هيك الاختلاف انا في النوتس اللي عندي. اوكي، بس على الاقل هي عندنا للتثبيت، هي واضحه هذا الاصطلاح اللي شائع. فراح تشوف في معظم الكتب الرئيسيه بيتا هي الاكستنكشن انجل، الفا هي الفايرنج انجل، كل الكتب متفقه انه الفا هي الفايرنج انجل. وجاما هي الكوندكشن انجل، جاما الكوندكشن انجل، الفا الفايرنج انجل وبيتا. وطبعا واضح هون انه الفا زائد جاما تساوي بيتا. اوكي ماشي، عشان يكون تعرفوا انه الاصطلاح بس